بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Surely pure religion is, sincerity in religion is enjoined upon people, for Allah only. And those who choose, and those who worship, protecting friends, deities, Aulat, Al-Uzza and Manat, beside him, beside Allah, i.e. the disbelievers of Mecca, say we worship them only that they may bring us near unto Allah, near to Allah in rank and intercession. Lo! Allah will judge between them, and the believers on the day of judgment, concerning that wherein, in the matter of religion, they differ, they contravene. Lo! Allah guideth not, to his religion, him who is a liar, about Allah, an ingrate, and disbelieves in Allah. The reference here is to the Jews, Christians, the Banu Mali, the Magians, and the Arab idolaters. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر
وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. He created you from one being, from the being of Adam alone, then from that being, i.e. from Adam, he made its mate, Eve. He created her from one of Adam's shorter ribs, and he hath provided for you of cattle 8 kinds, of sheep, a male and a female, of goat, a male and a female, of camel, a male and a female, of bovines, a male and a female. He created you in the wombs of your mothers, creation after creation, a state after another, a sperm drop then a blood clot then a piece of flesh and then bones, in a threefold gloom, the darkness of the belly, the darkness of the womb and the darkness of the placenta. Such is Allah, your Lord, who does this. His is the sovereignty, which is perpetual and never-ending. There is no God save Him, there is no creator or fashioner except Him. How then are ye turned away? How then do you lie against him and ascribe partners to him? وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني.
533, they have, i.e. the disbelievers of Mecca, an awning, canopies, of fire above them and beneath them a dais, of fire. With this doth Allah appall his bondmen, in the Quran. O my bondmen, he means Abu Bakr and his fellow believers, therefore fear me, therefore obey me in that which I have commanded you. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. And those who put away false gods lest they should worship them, and those who shun the worship of the devil and idols, and turn to Allah in repentance, with faith and all other kinds of acts of obedience, for them there are glad tidings of the garden at the moment of their death, and also they will have glad tidings of the honor that Allah will bestow upon them at the gate of paradise. Therefore give good tidings, O Muhammad, to my bondmen. ألم تر أن الله أنزل من السماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. That Allah will remit from them the worst of what they did, the vilest of their works, and will pay them for reward the best they used to do, of good. Say, my slaves who have been prodigal to their own hurt, through disbelief, idolatry, adultery and murder. Despair not of the mercy of Allah, despair not of Allah's forgiveness, who forgiveth all sins. Lo! He is the forgiving, he forgives those who repent of disbelief and believe in Allah, the merciful, towards those who die repentant. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. Lest any soul should say, so that no soul should say, Alas, my grief, I am remorseful, that I was unmindful of Allah, that I have left the obedience of Allah, and I was indeed among the scoffers, and I was indeed among those who mocked the scripture and messenger. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ. وَلَئِن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Or should say, and that it will not say, if Allah had but guided me, if Allah had showed me faith, I should have been among the dutiful, I would have been among those who believe in Allah's divine oneness. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من تبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان وَلَهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. And on the day of resurrection thou, Muhammad, sayest those who lied concerning Allah, regarding Uzair, Jesus, and the angels, when they claimed that the angels were Allah's daughters while Uzair and Jesus were his sons, with their faces blackened, and their eyes turned blue. Is not the home of the scorners in hell, hell is the abode of the disbelievers. قَدْ قَالَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا ويقدر إن في ذلك لآيات
لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. And Allah delivereth those who ward off evil, those who believe and obey their Lord, because of their deserts, because of their faith and good deeds. Evil toucheth them not, hardship and torment do not touch them, nor do they grieve, when others grieve. Allah is creator of all things come from Allah, and He is guardian over all things, He is responsible for the provision of all creatures. It is also said that this means, He is a witness over all things relating to their works. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. His are the keys, the stores, of the heavens, rain, and the earth, vegetation, and they who disbelieve the revelations of Allah, i.e. Muhammad, Buh, and the Quran, such are they who are the losers, in the hereafter, for they will be punished. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يوم
يومكم هذا؟ قالوا بلى، قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Say, O Muhammad, to the people of Mecca when they said, revert to the religion of your forefathers, do you bid me serve, do you bid me to follow, other than Allah, other than Allah's religion? O ye fools, O you miscreants! 539. And verily it hath been revealed unto thee, in the Quran, as unto those before you, among the messengers, saying if thou ascribe a partner to Allah thy work will fail, in that state of idolatry, and thou indeed will be among the losers, in that you will be punished. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.